بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس الأربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ومن البيوع المنهي عنها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بيع الثمرة سواء من ثمر النخل أو ثمر العنب أو أي ثمر يؤكل، فإنه لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه، أي يبدو نضجه وطيب أكله. وعلامة ذلك في كل ثمرة بحسبها، فالنخل علامة بدو صلاحه أن يحمر أو يصفر، وذلك لأنه قبل بدو الصلاح عرضة للتلف، عرضة للآفات، فيترتب على ذلك الإضرار بالمشتري، أن يشتري ثمرة قبل بدو صلاحها ثم تتلف أو تصاب بأمراض فيضيع ماله، فلأجل ذلك نهي عن بيع الثمر حتى يأمن العاهة ببدو صلاحه. وهذا من عناية هذه الشريعة بالأموال ورفقها بالناس وضمان حقوقهم، وهذا أيضا فيه النهي عن المخاطرات بالأموال، فإن الأموال مسؤولية عند أصحابها، لا يتصرفون فيها إلا بما فيه المصلحة، ولا تضيع الأموال ويخاطر بها، كما في الحديث: إن الله يكره لكم ثلاثا، قيل وقال: كثرة السؤال وإضاعة المال. لا يجوز أن يعرض المال للضياع والمخاطرة. ومن ذلك هذا الحديث الذي ينهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وفسر ذلك كما في الحديث الآخر: أن تزهو أو تحمار أو تصفار حسب اختلاف الثمار. فدل على بطلان البيع قبل بدو الصلاح، أن البيع قبل بدو الصلاح يكون بيعا باطلا لأنه منهي عنه شرعا، وأنها بعد بدو الصلاح يصح البيع وتكون من مال المشتري، لأنها في الغالب تأمن من الآفات، فإن أصابها جائحة فهذا يأتي فيه حديث آخر، لكن الغالب أنها تسلم وأنها تصلح للاستعمال وللبقاء على رؤوس الشجر، فلذلك أذن ببيعها
عند ذلك. نعم. وفي قولنا البائع والمبتاع، البائع معروف والمبتاع هو المشتري، نهى الطرفين، نهى البائع والمشتري. فالبائع لئلا يأكل مال أخيه بغير حق، والمشتري لئلا يعرض ماله للخطر، لئلا يعرض ماله للخطر. نعم. أحسن الله إليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: رأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله: حتى يبدو صلاحها. ما علامة بدو الصلاح؟ حتى تزهى بأن تحمر، إذا كانت من النخل الذي يحمر، أو تصفر إذا كانت من النخل الذي يصفر. وفيه زيادة بيان الحكمة من النهي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه؟ فهذه هي الحكمة في النهي، أنها خوف أن يصيب الثمرة ما يمنعها من الآفات، يصيبها من الآفات ما يمنعها من انتفاع المشتري بها، فيكون الثمن ليس له مقابل. فدل على أنها لو أصيبت فإن الثمن ليس للبائع، فإنما يرجع للمشتري، فإن أخذه البائع فهو أخذ بغير حق. نعم. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عباس، عيد الحديث. أحسن الله إليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. تزهى. أحسن الله إليك. نعم. حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ نعم، دل على أنه لو منع الله الثمرة فإن الثمن حرام على البائع، يجب عليه أن يرده على المشتري. نعم. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. وهذا من جملة البيوع المنهي عنها، لأننا ما زلنا في باب ما نهي عنه من البيوع. نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وهم الجلب. الركبان المراد الجلب الذي يأتي من البادية أو من غيرها ليبيع ما معه في السوق، فلا يجوز لأحد أن يخرج له ويشتري منه قبل أن يصل إلى السوق، لما في ذلك من الإضرار بالجالب، لأنه لا يعرف الثمن، ربما أن المتلقي يخدعه، ربما أنه يخدعه ويشتري برخص. وأيضا لمنع الإضرار بأصحاب السوق، لأن لهم منفعة في بيع الجالب، يتوسعوا ويستفيدوا، فإذا تلقفه واحد وشرى منه
فإن أصحاب السوق يحرمون من فائدة المجلوبات وترتفع قيمتها عليهم، أن اللي يشتريها ما يبيعها إلا غالية. أما لو أن الجالب جاء وباعها فربما يبيعها برخص فيستفيد أهل السوق. فهذا فيه النهي عن تلقي الركبان. نعم، أعد الحديث. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان. نعم، جمع ركب، الركبان جمع ركب. نعم. وأن يبيع حاضر اللباد. وأن يبيع حاضر اللباد، الحاضر في البلد ما يروح للجالب ويقول أنا أبيع لك سلعك لأنك ما تعرف السعر وخاف أنهم يغلبونك، ما يجوز هذا، خله يبيع برخص ما يخالف، خله البلد يستفيدون. فلا تمنع عنهم هذه السلع المجلوبة وتتولى بيعها أنت، خلهم هم اللي يبيعون أصحابها من أجل أن أهل السوق يستفيدون يشترونها ميسرة. سئل الراوي ابن عباس رضي الله عنه ما معنى بيع الحاضر للباد، قال: لا يكون له سمسارا، يعني دلالا، لا يكون له دلالا، فهو لا يعرض عليه انه يبيع له. اما لو ان الجالب راح لم واحد وقال بيع لي فلا مانع من ذلك، اذا الجالب هو اللي طلب من شخص ان يبيع ما معه فلا بأس بذلك. إنما الممنوع أن الدلال يروح لما هو يقول له عطنا بيع لك، يعرض عليه نفسه، فهذا هو الممنوع لما في ذلك من الإضرار بأهل السوق. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. نعم، وهذا من البيوع المنهي عنها، بيع المزابنة. وفسرها بأن يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر مكيل، يشتري تمر بتمر، يشتري تمر بتمر اللي على رؤوس النخل بالخرص، يخرصه ويعطيه قدر ما خرصه. هذا حرام. لماذا؟ لأن بيع التمر بالتمر مع زيادة ربا، فلو باع كيلو كيلو ونصف تمر هذا ربا صريح، ربا الفضل. وكذلك لو باع تمرا خرصا بتمر مكيل هذا أيضا حرام، لأنه لا يعلم التساوي، لأنه لا يعلم التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لأنه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي بالمقدار. فإذا باع خرصا فإنه لا يعلم التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لا يجوز. هذا إذا كان بيع تمر، بيع رطب بتمر، بيع رطب بتمر، أو تمر على رؤوس النخل بتمر، تمر جاف على رؤوس النخل بتمر مكيل على الأرض، هذا لا يجوز لأنه لا يعلم التساوي، ولا بد بالعلم بالتساوي خروجا من الربا. هذا إن كان تمرا. إن كان زرعا،
يجيه في سنبله على قصبه في المزرعة ويقول أبشري منك زرعك هذا بحبوب أكيلها لك الآن، بع علي مزرعك هذه بحبوب مكيلة، ويكون أحد الطرفين خرص، الزرع خرص، وهذا مثل التمر لا يعلم التساوي، الجهل بالتساوي، لأن بيع البر بالبر ربا إلا بالتساوي، فإذا زاد فهو ربا. فلو باع صاعا من الحنطة بصاع ونصف من الحنطة هذا ربا صريح. تقول هذا ما بيع الزرع بحبوب مكيلة، هذا احنا نخرصه ونقدره، نخرصه ونقدره ونعطيه كثرة الخرص. نقول هذا ما يضبط التساوي، الخرص ما يضبط التساوي، ربما يكون فيه زيادة يكون ربا. والشرع جاء بمنع الذرائع التي توصل إلى الحرام، وهذا منه. وسمي ذلك مزابنة من الزبن وهو الدفع، من الزبن وهو الدفع، لأنه لو حصل إشكال كل واحد يدفع الآخر عن ماله، لو حصل إشكال ونقص كل واحد يدفع الآخر، يتزابنون يعني يتدافعون ويحصل نزاع بينهم. نعم أحسن الله إليك. نعم عن بيع. نعم سمي الشيخ. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة وهي المدافعة، لأنه ربما يحصل نزاع بينهم بسبب ظهور الغرر فيما بعد. نعم. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. أي نعم، لأن هذا ما يتساوى، ما يضبط بالتساوي. نعم. وإن كرم وإن كان كرما يعني عنبا، إن كان كرما، الكرم هو العنب، أن يبيع العنب على الشجر بزبيب جاف بالكيل، يقول العنب هذا يمكن يجي له 100 كيلو، أنا أعطيك 100 كيلو زبيب بخرصه إذا جف، فيقال لا يجوز هذا لأن التساوي لا ينضبط، وإذا كان فيه زيادة في أحد الطرفين صار ربا. والشرع جاء بسد الذرائع وحفظ الحقوق وقطع النزاع بين الناس، لا بد أن تكون المعاملة منضبطة بالشروط الشرعية حتى لا يحصل مفاسد في المعاملات. نعم. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. بزبيب وهو الجاف، الجاف الزبيب هو العنب الجاف. نعم. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، يجي عند الزرع وهو على القصب ويقول أباخذ زرعك هذا بكيل طعام، أعطيك طعام مكيل وتخلي لي الزرع هذا، أنا حصده وأنا أتولى دياسته. ويقول هذا حرام، ما يجوز، هذا حرام، لأنه لا يعلم التساوي، اشترط في بيع الطعام بالطعام التساوي، والخرص لا يكفي، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة لعدم الانضباط. أما لو باعه بدراهم، باع التمر على رؤوس النخل بدراهم، أو باع المزرعة بدراهم، أو باع العنب بدراهم، ما يخالف، يجوز هذا بعد بدو الصلاح كما سبق، إنه إذا بدأ صلاح الثمر يباع، لكن ما يباع بجنسه، يباع بغير جنسه ما في مانع، يعني ما فيه محذور من الربا. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. نعم. نهى عن ذلك كله. نهى عن ذلك، عن بيع التمر
على رؤوس الشجر، وعن الزرع على رؤوس قصبه، وعن بيع العنب على شجره بالخرص بمثله إذا جف، لأن هذا لا يضبط تساوي فيه فيكون من الوسيلة إلى الربا. نعم. أحسن الله إليك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. نعم، هذه جملة بيوع منهي عنها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. نعم. والمحاقلة. نعم. وعن المزابنة. نعم. وعن بيع المخابرة بيع الزرع قبل بدو صلاحه، والمحاقلة هي التي سبقت، بيع الزرع بخرصة من البر، من الحبوب، بخرصة من الحبوب، هذه محاقلة، بيع الحقل، يعني بيع الحقل بخرصة من الحبوب، هذا نوع من المزابنة. نعم. والمحاقلة. نعم، هي المحاقلة بيع الزرع بحب مكيل. نعم. وعن المزابنة وعن بيع المزابنة عرفناها تعم كل هذه الأمور، تعم بيع التمر بالخرص، وتعم بيع الحبوب بالخرص، وتعم بيع العنب بالخرص، كل هذه تسمى مزابنة. نعم. وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، هذا سبق الحديث، أول حديث، بيع الثمر قبل بدو صلاحه. نعم. وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. لا تباع هذه، إذا بيعت دل على أنه إذا بيعت هذه الأشياء بالدراهم لا بأس، إذا بيع الزرع بدراهم وهو على زرعه بعد بدو صلاحه اشتد حبه يجوز بيعه بالدراهم، الثمر إذا بدأ صلاحه يجوز بيعه بالدراهم، من ثمر النخيل أو ثمر الأعناب يجوز بيعه بالدراهم، الدينار يعني بالدراهم، العملة في كل وقت بحسبه، وذاك الوقت كان العملة الدينار وهو الذهب، مثقال من الذهب، دينار الإسلامي. نعم. قال المصنف: المحاقلة الحنطة في سنبلها بحنطة. هذا هو اللي سبق، بيع الزرع بخرصه من الكيل. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذا من البيوع المنهي عنها، نهى عن ثمن الكلب. الكلب يستعمل للحراسة أو للصيد أو لحراسة الماشية، يجوز استعمال الكلب للصيد، كلب المعلم، وللحراسة سواء معلم أو غير معلم، حراسة الماشية، حراسة المزرعة، يجوز اقتناء الكلب للحراسة، لكن لا يباع، ويجوز استعماله لكن لا يجوز بيعه، بيع الكلاب. نعم. أحسن الله إليك. نهى عن ثمن الكلب. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. دل على أن بيع الكلاب حرام، بيع الكلاب وأكل ثمنها حرام، لا يجوز، وإن كان يجوز استعمالها والاستفادة منها، قال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يعني يجوز استعمال الكلب للصيد إذا كان معلما، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم.
واذكروا اسم الله عليه. يجوز استعماله لكن ما يجوز بيعه. يجوز استعماله للحراسة لكن لا يجوز بيعه. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، هذا واحد، ومهر البغي. مهر البغي وهي الزانية والعياذ بالله، مهر البغي التي تأخذ على زناها، الزنا حرام، فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقرنه الله مع الشرك وقتل النفس. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنفس التي حرم الله هي المؤمن أو المعاهد، هي المؤمن أو الكافر المعاهد، حرم الله قتله مثل ما حرم قتل المؤمن. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قرن الزنا مع هاتين الجريمتين فدل على شناعة الزنا، ولذلك رتب الله عليه حدا رادعا. فالزاني إن كان بكرا يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده، يغرب عن بلده إلى بلد آخر، وإن كان ثيبا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، يرجم بالحجارة حتى يموت. هذا مما يدل على شناعة الزنا لما فيه من الأضرار بالناس، ما فيه من الأضرار بالزنات والأضرار بالمجتمع، فإنه ينشر الأمراض الخطرة. فقد ظهر مصداق ذلك بما تسمعون الآن وما تقرر من مرض الإيدز والعياذ بالله اللي ما له علاج، سببه الزنا هذا واللواط، الاستمتاع المحرم. وفيه إضرار بالشخص بالمجتمع، إضرار بالمجتمع، تضيع الأخلاق وتضيع المروءات وتنتهك الأعراض، تلطخ الأنساب. وكذلك يظهر أولاد ما لهم آباء، مساكين. تشوفون الآن اللقطة ماذا يعانون في المجتمع من الهوان، ماذا يعانون في المجتمع من الهوان، ولا يعرف له أب ولا قبيلة، يكون ذليلا في المجتمع، وهو ما له ذنب المسكين، هو ما له ذنب، لكن الجاني أبوه وأمه هم اللي جنوا عليه المسكين. فهذا إضرار بالناس. فلذلك حرم الله الزنا وشدد في تحريمه، ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، ما قال لا تزنوا، بل أشد من ذلك، قال لا تقربوا، تجنبوا الوسائل التي تفضي إلى الزنا، من النظر المحرم والسفور والاختلاط بين الرجال والنساء، سفر المرأة بدون محرم، هذه كلها أسباب للزنا نهى الله عنها لأنها تقرب إلى الزنا، ولا تقربوا الزنا. فإذا نهي عن الوسائل فكيف بالزنا نفسه والعياذ بالله. ولا تقربوا الزنا، ثم قال إنه كان فاحشة، والفاحشة ما تناهى قبحه، ما تناهى قبحه فهو فاحشة، وساء سبيلا، طريقا، ساء طريقا لقضاء الشهوة، لما يترتب عليه من ضياع الأنساب وفشو الأمراض وضياع الأعراض، كل هذا مما يترتب على الزنا. فإذا أخذت الزانية في مقابل ذلك مالاً فهو حرام، فهو حرام وسحت، لأنه في مقابل حرام، وما كان في مقابل حرام فهو حرام وسحت. فما تكسبه الزواني من الزنا هذا سحت. مع الأسف يقولون بعض المجتمعات
إنها تجعل الزنا مورد من موارد الدولة، تجعل الزنا مورد من موارد الدولة، وتأخذ ضرائب على بيوت الدعارة، فهذا سحت وحرام يلطخ المجتمع والدولة كلها والعياذ بالله. نعم. أحسن الله عليك. وعن أبي مسعود الأنصاري وحلوان الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، يقول للناس أنتم بيحصل لكم كذا، أنت بيحصل لك حظ أو بيحصل عليك ضرر، يخبر الإنسان عن مستقبله وما يحصل له، لأنه إما أنه يتخرص ويدعي علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، وإما أنه يستخدم الشياطين والجن فيخضع لهم ويعطيهم ما يريدون من دينه، يسجد لهم أو يذبح لهم أو يدعوهم ويستغيث بهم فيشرك، ثم يخدمونهم، إذا أفسدوا دينه خدموه، ربنا استمتع بعضنا ببعض، فالجني يستذل الإنس، يستذله، والإنس يستخدم الجني في حوائجه، هذا حرام. والكاهن يجب أنه يردع، يمنع من الكهان. ادعاء علم الغيب هذا من نواقض الإسلام كما أخذته، من ادعى علم الغيب فإنه مرتد عن دين الإسلام، لأنه يدعي أنه يشارك الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولأن الكاهن يفسد في المجتمع، يأمر اللي يجونه بأن يذبحوا لغير الله أو ينذروا لغير الله علشان يحصلون على مقصودهم، فيشركون، أو إنه يلقي عليهم الذل والخوف، يقول أبي يجيك بلاء ويبي يجيك عقوبات ويبي يجيك، فيصير الإنسان خائفا مهددا والعياذ بالله، أو يكذب عليه يقول أبي يجيك خير وأبي يجيك مال وهو يكذب عليه لأنه ما يعلم الغيب. فالكاهن هذا يفسد في الأرض، لذلك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل لأجل جرمه وادعائه علم الغيب ولأجل كف شره عن المجتمع. فإذا كان يأخذ مالاً في مقابل الكهانة فهذا المال حرام، سحت، حرام وسحت، لا يجوز أكله ولا استعماله ولا الانتفاع به لأنه حرام. وكان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان له غلام يعني مملوك، وكان قد تخارج معه، يعني اصطلح على أنه يأتيه كل يوم بشيء من الكسب والباقي كله مخارجة، فكان يعمل هذا الغلام، فجاءه مرة بطعام فأكل منه الصديق رضي الله عنه، فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ قال لا، قال هذا أجرة كهانة تكهنت في الجاهلية لناس وأعطوني هذه الأجرة الآن وأتيت بها إليك. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصابعه في حلقه واستفرغ ما في جوفه، استفرغ ما في جوفه لما عرف أنه حرام، وقال والله لو خرجت روحي معه لا أخرجتها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. نعم، دل على تحريم ثمن الكهانة. والكهان كثروا الآن، يدعي اللي يقرأ الكف واللي يقرأ في الفنجان واللي يعني طرق، واللي يخطط في الأرض، واللي طرق خبيثة كلها،
كلها تجتمع في ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وإفساد المجتمع وإفساد عقائدهم وأخذ أموالهم وتهديدهم بالمخوفات. نعم، فالكاهن مفسد في الأرض. نعم، وكسبه حرام وسحت. نعم، أحسن الله إليك. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله لكن يمكن تسأل تقول الباب باب ما نهي عنه من البيوع، واللي معنا الآن ثمن الكلب، هذا صحيح بيع الكلب لا يجوز، لكن مهر البغي هو بيع؟ نقول أجرة، هذا أجرة، والأجرة نوع من البيع. حلوان الكاهن أجرة، والأجرة نوع من البيع. فهذا وجه إدخال المصنف هذا الحديث في باب ما نهي عنه من البيوع. نعم، أحسن الله إليك. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث. نعم، هذا مثل أول الحديث، ثمن الكلب خبيث يعني حرام، لأن الخبيث يطلق ويراد به الردي، مثل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الردي، لا تتصدق بالشيء الردي، وإن كان حلال، وإن كان حلالا، لكن إذا كان رديئا فلا تتصدق به. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل: هذه الشجرة الخبيثة، يعني الردية، وإلا ما هي بحرام، البصل ما هو بحرام، والكراث ما هو بحرام، والثوم ما هو بحرام، لكن معنى كونه خبيث يعني خبيث الرائحة، خبيث الرائحة، وإلا ليس هو حرام. وقد يطلق الخبيث ويراد به الحرام، وهو المراد هنا، هو المراد هنا. فثمن الكلب خبيث يعني حرام، من النوع الثاني من أنواع الخبيث، خبيث يعني حرام، بدليل الحديث الأول نهى عن ثمن الكلب، والنهي يقتضي التحريم. نعم، أحسن الله إليك. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. مهر البغي، نعم، سبق في الحديث اللي قبل هذا أن الرسول نهى عنه، والنهي يقتضي التحريم، ولأنه في مقابل محرم وهو الزنا، فهو خبيث وحرام. أما كسب الحجام فهو من النوع الأول، خبيث يعني ردي، ما هو حرام لكنه ردي، مثل البصل والثوم، مثل ردي الطعام، تيمم الخبيث يعني الردي. فالمراد بكسب الحجام أنه رديء، كسب ردي، مهنة، يعني مهنة رديئة. لماذا؟ لأن الحجام يمص الدم، يمص الدم من المحجوم، وربما يتطاير إلى حلقه شيء من الدم، فلذلك كره كسب الحجام. فينبغي للإنسان أن يترفع عن هذه المهنة، ينبغي للمسلم يترفع عن هذه المهنة، وإن احتاج إليها فلا بأس، إذا ما وجد يعني ما يتعيش منه إلا بها ما في مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، فلو كان كسب الحجام محرما ما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم أجرته، لكن معنى خبيث يعني أنه كسب الردي، إن أمكن المسلم يستغني عنه فهو أحسن، وإن احتاج إليه زالت الكراهة، إذا احتاج الإنسان إلى مكروه يزول، تزول الكراهة. نعم، وإذا اضطر إلى محرم زال التحريم، فالمحرم يباح للضرورة، والمكروه يباح للحاجة وإن لم يضطر. نعم، أحسن الله إليك. باب العرايا وغير ذلك. العرايا جمع عرية، والعرايا بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر كيلة، المزابنة التي سبقت، لكن الرسول رخص يعني استثناها، الرخصة استثناء من المزابنة السابقة،
ما هي العرايا التي استثناها الرسول وأباحها؟ أن يحتاج الإنسان إلى الرطب، يعني وقت التمر والرطب ولا عنده فلوس يشتري رطباً يأكل ويتفكه، لكن عنده تمر قديم، عنده تمر جاف من ثمرة العام الماضي وهو يريد رطب ولا عنده فلوس يشتري، رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشتري النخلة عليها الثمرة بخرصها من التمر الجاف، وإن كان هذا فيه جهل بالتساوي لكن رخص فيه للحاجة ليأكل مع الناس، ما ينحرم من الرطب، ما ينحرم من الرطب، فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أنه يفرح مع الناس ويأكل مع الناس الرطب ولا يبقى على أكل التمر الجاف. فتجوز بشروط، أولاً أن تكون 5 أوسق فأقل، يعني 300 صاع بالصاع النبوي، لأن الوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، تكون بهذا المقدار ولا تزيد عن 5 أوسق. ثانياً أن يكون محتاجاً إلى أكل الرطب وليس عنده دراهم يشتري بها، ما عنده إلا تمر، فإنه يرخص له في ذلك، رخص له في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. باب العرايا وغير ذلك. وغير ذلك مما يأتي في الباب من غير العرايا، بيأتي أحاديث غير موضوع العرايا. نعم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية، رخص، شوف رخص، دل على أن الأصل التحريم، وقد سبق التحريم في النهي عن المزابنة، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصة من التمر. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، أن يبيعها بخرصها، وكان هذا منهي عنه في الحديث السابق، لكن استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل التوسعة على المحتاجين. نعم. ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يأكلونها رطبا، شوف هذا شرط ثالث، إذا اشتراها بالتمر ما يخليها تجف، لأنه إذا خلاها تجف دل على أنه ما هو محتاج، لا تجوز له العرية، شرط يشترط أنه يأكلها وهي رطب ولا يخليها تجف، لأنه إذا خلاها تجف دل على أنه ما هو محتاج، انتفت الرخصة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. هذا الشرط الأساسي، الشرط الأساسي أن يكون مقدار العرايا 5 أوسق لا تزيد، وخمسة الأوسق الوسق 60 صاعا، فتكون بالصاع النبوي 300 صاع، هذه تكفي لأهل البيت من الرطب. نعم. فإن زاد فهو لا يجوز، يرجع للتحريم، إن زاد رجع إلى تحريم المزابنة، وإن كان في حدود 5 فأقل هذا جائز. نعم. في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. أي نعم، يعني شك من الراوي، هذا شك من الراوي، هل رخص الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة أوسق أو رخص بدون 5 أوسق، فهذا من الاحتياط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: نعم، عاد إلى البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها، إذا باع نخلا قد أبرت، يعني لقحت، أبرت يعني لقحت، تعرفون اللقاح أنتم، فلا ليحكي لكم، تعرفون اللقاح أن يوضع فيها من
طلع الفحال ما يصلحها، يوضع في طلع النخلة من طلع الفحل، لأن الله خلق ذكور في الله، ما خلق من كل زوجين اثنين، ومن ذلك النخل خلق منه زوجين اثنين ذكرا وأنثى. فالذكر يسمى الفحل، يسمى الفحل، ويسمى التلقيح تأبير، أبرت يعني قطع الكافور اللي عليها، ما هو بالطلع أول ما يظهر مغلف ثم ينفتح وينفرج، يجون ويقطعون الغلاف هذا ويخلون الطلع بارز، يخلونه بارز ويحطون فيه من طلع الفحال حتى يصلح. هذا معنى التأبير، هذا معنى التأبير. سبق لنا أنه ما يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لكن هنا إذا باعه مع أصله، باعه مع النخلة، فهذا جائز. إذا باعه مع النخلة مع الأصل فهذا جائز، أو استثنى مما سبق، لأنه يتبع النخلة ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال. لو قال ببيع عليك طلعها النخلة، هذا يملقحها الآن ببيعها عليك، قلنا لا، هذا حرام، هذا بيع للثمر قبل بدو صلاحه. لكن لو باع النخلة نفسها كلها وفيها طلع نظرنا، فإن كان الطلع لا يزال في كمة، إن كان لا يزال في كمة فهو للمشتري، فهو للمشتري يتبع الأصل. أما إن كان تفتح من أكمامه فهو للبائع، لأنه أصبح عينا مستقلة، فهو للبائع، إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري. فالثمر طلع النخل إن كان قبل التأبير فهو للمشتري تبعا للأصل. أما مثل ما لو شرى دابة وفيها حملها، دابة حامل له الحمل تبع للأصل، لكن لو باع الحمل في بطن أمه ما يصح، لكن لو باعه هو وأمه صح تبعا لها. كذلك النخلة إذا باعها وفيها طلع لم يتفتح فهو للمشتري تبعا للأصل، أما بعد أن يتفتح فهو للبائع وليس للمشتري، إلا أن يشترط المبتاع وهو المشتري، فإذا شرطه مع النخلة صح هذا. هنا هذا موضوع الحديث. نعم، أحسن الله عليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صار صار للمشتري وباع النخلة فإنه يبقى فيها إلى أن يصلح للأخذ، يبقى فيها للبائع، يبقى فيها للبائع إلى أن يصلح للأخذ بعد بدو صلاحه فيأخذه. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أن يشترط ثمنها فيدخل معها تبعا، يشترط طلعها فيدخل معها تبعا، هذا بعد التأبير. أما قبل التأبير فهو للمشتري، قبل التعبير للمشتري ولا يحتاج إلى شرط. نعم. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. كذلك إذا باع عبدا والعبد له مال فماله للذي باعه، لأن كسبه لسيده، فلا يدخل مع البيع إلا أن يشترطه المشتري. إذا شرط العبد كسب العبد معه دخل تبعا، وإذا لم يشترطه أخذه البائع، لأنه زائد عن المبيع، حين زائدة. نعم، أحسن لك. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله.
نعم. إذا اشترى طعاما لم يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه وبماذا يقبضه؟ يقبضه بالكيل، أو الوزن. أما أنه يشتريه ويبيعه على طول وما بعد كاله ولا وزن ما يصح هذا، لأن هذا بيع قبل القبض. نعم، حتى يستوفيه، يعني حتى يكيله، إن كان مكيلا، أو يزنه إن كان موزونا. نعم، أعد الحديث. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. نعم، الطعام يشمل المأكولات، يشمل البر والشعير والذرة، وكذلك مثله التمر والزبيب. إذا اشترى شيئا من ذلك صح البيع، لكن ما يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه، يستوفيه بالكيل أو الوزن، بل حتى ينقله من مكان البايع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي في حديث أنه قال: لا تباع السلع، أو نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فلا بد من القبض. في الطعام هذا محل إجماع بين العلماء، أما في غير الطعام كالسيارات والأقمشة فهذا أيضا قول لبعض العلماء أخذا من عموم حديث نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، هذا عام في جميع السلع، المكيلات وغيرها، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فإذا شراها لازم ينقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري ثم يبيعها، هذا هو القبض التام، الذي يقطع علائق البائع بالسلعة. أما إذا بقيت عنده ربما أنه يتحكم فيها أو يتغير على المشتري، أما إذا نقلها المشتري قطع طمعه فيها وأبعدها عنه. فلا شك إن هذا أتم وأبعد عن النزاع. نعم. وفي لفظ: حتى يقبضه. نعم، استوفيه ويقبضه بمعنى واحد، والاستيفاء بالكيل والوزن. نعم، أحسن الله إليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أعد الحديث. حسن الله عليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح. نعم، وهو بمكة عام الفتح، فتح مكة السنة الثامنة من الهجرة، خطب صلى الله عليه وسلم وقال بهذه الأشياء التي نهى عنها. نعم، يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله نعم، إن الله ورسوله. ففيه أن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرب سبحانه وتعالى، لأن الأصل في التشريع هو الله جل وعلا، هو الذي يحلل ويحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، جل وعلا. نعم، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. بيع الخمر وهو كل ما أسكر، كل المواد المسكرة يحرم بيعها،
ويحرم ثمنها ويجب إتلافها. يجب إتلاف الخمر، لأنها لما حرمت خرج الصحابة رضي الله عنهم إلى الخمور التي في السوق فشقوا دنانها يعني أوعيتها وجعلوها تسيل في الأسواق لما حرمها الله سبحانه وتعالى، فدل على أن الخمر هدر وأنها تتلف ولا تبقى. نعم. والميتة ويدخل في الخمر من باب أولى وأشد المخدرات، تدخل المخدرات من باب أولى لأنها أشد من الخمر، فيجب إتلافها، وثمنها سحت وحرام في جميع أنواعه. وكذلك بيع الدخان، الدخان أيضا هو من الخبائث، ويلتحق بالخمر من ناحية التفتير أنه يفتر، ويلتحق بالخمر من ناحية أنه يسبب الأمراض الخبيثة، فهو شبيه بالخمر من نواحي، وإن كان لا يسكر وليس عليه حد الخمر، إذا تعاطاه يعزر ولا يقام عليه حد الخمر، لكنه يشارك الخمر في أشياء في الأضرار، فهو مادة خبيثة ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا جعله في الدكاكين وعرضه للبيع، هذا حرام ما يجوز. نعم. وأكل ثمنه. نعم. فجميع ما يخل بالعقل، جميع ما يخل بالعقل أو يضر الجسم كالمخدرات أو الدخان فإنها حرام بيعها وشراؤها. نعم. والميتة والخنزير. والميتة هي الحيوان الذي مات حتف أنف بدون زكاة. الميتة هي ما مات بدون زكاة شرعية، هذا هو الميتة، كالأغنام والإبل والبقر والطيور، ما مات بغير زكاة شرعية فهو ميتة، حرام أكله وحرام بيعه وشراؤه لأنه خبيث. نعم. والخنزير. والخنزير حيوان خبيث، حيوان خبيث حرمه الله سبحانه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني الخنزير رجس يعني نجس خبيث، يورث أمراضا فتاكة ويؤثر على آكله بخبث الطبيعة ودناءة النفس، لأنه حيوان دني وطعامه كله من النجاسات ومن الغائط، ما يرفع رأسه من أكل النجاسات، هو خبيث، لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى، حرم أكله وحرم بيعه وأكل ثمنه لأنه حيوان خبيث، ولم يستحله إلا النصارى. نعم. والأصنام. الأصنام يعني الصور، الصور سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة تدخل في الأصنام، أصل الصنم ما عبد من دون الله، ولكن المراد هنا ما كان على صورة حيوان، المراد بالأصنام هنا ما كان على صورة حيوان آدمي أو بهيمة أو غير ذلك أو طير، كل ما فيه روح هو يدخل في بيع الأصنام، بيع الصور، صور ذوات الأرواح لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا أكل ثمنها لأنها حرام، والمصور ملعون وهو من متوعد بالنار وهو أشد الناس عذابا يوم القيامة، تصوير كبيرة من كبائر الذنوب حرام، واحتراف التصوير وأخذ ثمن التصوير وبيع الصور المجسمة أو غير المجسمة كله حرام، تماثيل المجسمة يعني التماثيل أو غير المجسمة وهي المرسومة على الأوراق أو على الأقمشة أو المأخوذ بالآلة الفوتوغرافية، كل هذا يدخل في النهي عن بيع الأصنام. نعم. لأن أصل الشرك الذي حدث في الأرض بسبب الصور، في قوم نوح وفي قوم إبراهيم وفي بني إسرائيل لما عبدوا العجل الذي على صورة الثور، فالتصوير سبب للشرك، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أشد النهي،
وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فيه كلب ولا صورة. نعم. أحسن الله إليك. يكفي. أحسن الله إليك. يقول السائل: ذهبت للمعارض. نعم. يقول السائل: ذهبت لمعارض بيع السيارات تحت الميكروفون، وقال المشتري: أشتري منك كوم حديد، فما حكم ذلك البيع حيث إنني بعته؟ ما يصلح، ما يصلح هذا. هذا معناه أنه لو ظهر فيها عيب إن ما له حق الرد، وهذا لا يجوز. بل إذا شراها فإذا ظهر فيها عيب لم يشترط، لم يبينه، إذا ظهر فيها عيب لم يبينه البايع، فإن للمشتري الخيار، فإن للمشتري الخيار. فإذا قال شريت وأسقطت الخيار أنا أقابلها على أي وضع، هذا لا يجوز، ما فيه من الغرر والجهالة وأكل أموال الناس. فلا بد أن يبين ما فيها من العيوب. نعم. وسبق لكم إذا صدق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فلا بد من البيان والوضوح في البيع والشراء، لا يكون هناك خديعة، لا يكون هناك جهالة تغرير. فالبائع إذا كان يعلم أن في السلعة عيوب يجب عليه أن يبينها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كانت السلع متشابهة من نوع واحد ومعلومة للمشتري وقيمتها متساوية، هل يصح فيها النبذ واللمس؟ هل يصح فيها النبذ واللمس؟ لا، لا ما يصح. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المنابذة والملامسة، وما دام نهى عنها الرسول نحن لا نبيحها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما معنى الخرص؟ الخرص التخمين والتقدير. الخرص هو التخمين والتقدير. تقول هذا النخل إذا جف يجي يكون مقداره كذا وكذا، من باب التقدير. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان كلب الصيد أو الحراسة لا يقتنى إلا عن طريق شرائه، فهل يجوز شراؤه لهذا الغرض؟ لا يا أخي، الكلاب ما ليتنا الأرض، راح أخذ لك كلب ببلاش، شو له تشري؟ نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان المبيع غائبا. نعم. يقول: إذا كان المبيع غائبا. نعم. هل يصح البيع إذا وصفه وصفا تنتفي معه الجهالة؟ إذا كان ينضبط بالوصف، إذا كان ينضبط بالوصف فإنه يبيعه بالوصف، لكن لازم يسلم الثمن للمجلس، لأن لا يكون بيع دين بدين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هناك بعض العلماء من قيد تحريم تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد بشروط ثلاثة، وهي أن يكون البادي قدم لقصد بيع السلعة، الثاني أن يكون جاهلا بسعر البلد، الثالث أن يكون الناس بحاجة لتلك السلعة، فهل هذه القيود صحيحة؟ نعم، ذكروا هذا، هذا موجود في شرح الزاد الأشياء هذه، لكن الحديث عام، الحديث عام فلا يقيد إلا بدليل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل فعل بعض الدول لأخذ ضرائب من دور الدعارة ومن الزانيات وتنظيم هذا وصرف بطاقة صحية تبين أنها خالية من الأمراض، هل هذا استحلال للزنا أم لا؟ نعم، هذا استحلال للزنا، إذا أخذوا ثمنه وأكلوه وجعلوه مورد، هذا استحلال له. نعم.
أحسن الله إليك. النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث يقول قاتل الله اليهود، واليهود هم أمة الغضبية، الأمة الغضبية الذين غضب الله عليهم ولعنهم بسبب تحريفهم لكتاب الله وكفرهم بأنبياء الله، فهم أصحاب حيل ومكر. لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوها، يعني ذوبوها فباعوها وأكلوا ثمنها، وقال حنا ما أكلنا شحوم، حنا أكلنا دراهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا احتيال من اليهود على أحكام الله عز وجل، كما احتالوا يوم السبت على صيد السمك، فهم أصحاب حيل يستحلون محارم الله بأدنى الحيل. ولعل لنا رجوع على هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الأصل في لفظة الخبيث، هل الأصل في لفظ الخبيث في الشرع التحريم أو الكراهة؟ مشترك، يشمل الاثنين، يشمل الخبيث يشمل الردي، مو بالكراهة، الردي من الأشياء يقال له خبيث وإن كان مباحا. والشيء المحرم يقال له خبيث، يحرم عليهم الخبائث. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ماذا يفعل بالصيد الذي يصيده الكلب وقد تلطخ الصيد بلعاب الكلب؟ يتسامح في هذا، الله أباح أكلها، ويغسل اللعاب ويتسامح فيه، ما هو مثل إذا ولغ في الإناء، لا، هذا متسامح فيه، ما يحتاج إلى غسل وإلى تراب وإلى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، أو بشرط أن يكون الثمر إذا كان ينتفع به؟ إذا كان بيع قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال وهو مما ينتفع به فلا بأس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: اختلفت أنا وأصحابي في اتجاه القبلة، وصليت على اتجاه أنا شاك فيه، فهل صلاتي صحيحة؟ ما دام أنكم اجتهدتم كلكم وأنتم ما عندكم علامات واضحة وإنما بالاجتهاد، فصلاتكم صحيحة إن شاء الله، ولا يكون عندك شك بعد الصلاة، بعد الصلاة ما يؤثر الشك. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل كبير السن ومقعد وعنده ضعف في الإدراك، يصلي بالتيمم ويجمع الصلوات وله أموال في البنك ويسكن. يقول: رجل كبير في السن ومقعد وعنده ضعف في الإدراك، يصلي بالتيمم ويجمع الصلوات وله أموال في البنك ويسكن عند أخيه، فهل يجب أن يتجر له في أمواله أم تترك على حالها؟ هذا يراجع فيه القاضي، القاضي ينظر في وضع هذا الشخص، هل يحتاج إلى إقامة وكيل على ماله أو لا يحتاج؟ فإذا كان يحتاج إلى إقامة وكيل فالوكيل يتصرف بصالح صاحب المال، يبيع ويشتري فيه، لكن بإذن القاضي، وكالة من القاضي. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما رأيكم في رجل جامع زوجته في نهار رمضان في يومين منفصلين وهو لا يستطيع الصوم 4 أشهر، أي شهرين لكل جماع، وسبب عدم المقدرة في الصوم هو عجزه عن الصيام لطول المدة؟ ما هو طول المدة عذر، طول المدة ما هو عذر، إذا كان أنه صحيح الجسم وقوي يقدر على الصيام يلزمه الصيام، لكن ما يصوم 4 أشهر جميع، صوم شهرين أول ثم يرتاح مدة
ثم يصوم الشهرين الباقيين، ما يوالي بين الأربعة جميع. نعم. أما إذا كان ما يستطيع الصيام من ناحية جسمه أو من ناحية أنه ما يستطيع من ناحية صحيحة، ما هو بكسل ولا، لكن هو ما يستطيع من ناحية جسمه أو من ناحية استطاعته، فإنه يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا بدل الصيام. فكفارة الجماع في رمضان مرتبة، أولا عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. أحسن الله إليك. لكن ما يصار إلى الإطعام إلا إذا عجز حجزا حقيقيا، ما هو بكسل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل، يقول: أنا شاب أدرس بالسنة الرابعة بإحدى الدول الأوروبية، وفتنة النساء هناك عظيمة، لذا تزوجت بمسلمة من تلك البلاد في السنة الثانية من دراستي بدون موافقة أبي الذي كان يمنع فكرة زواجي أشد الممانعة، ثم رزقني الله بولد، فلما أخبرت ازداد غضبه علي وقال: أنا أرسلتك لتدرس لا لتتزوج وتنجب، وقال لي: لن أزيد مصروفك دولارا واحدا. السؤال: هو زوجتي الآن حامل للمرة الثانية ولها شهر، فهل يجوز لي أن أمرها بالإجهاض حتى لا يغضب أبي؟ وهل الإجهاض في هذه الفترة المبكرة قبل أن يتم الحمل 4 أشهر جائز؟ أفتونا مأجورين. وما هي نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا، علما بأن زواجي كان من أكبر الأسباب التي أعانتني على حفظ ديني في تلك البلاد. أبوك مخطي في هذا، زواجك في حفظ لعرضك وحفظ لدينك، فأنت أحسنت في هذا، وأبوك مخطي في كونه تشدد هذا التشدد، فاستمر على زواجك ولا يجوز لك الإجهاض، بل تبقيه، لا سيما وأنها مسلمة، فأبوك هو المخطي وأنت مصيب، فعليك أن تقنعه وتبين له أنه مخطي، أنه ما يجوز له يمنع شيئا أحله الله عز وجل وفيه منفعة لك وحفظ لعرضك وحفظ لدينك. نعم. قل إجهاض يا شيخ. ما يجوز الإجهاض، الإجهاض ما يجوز. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا اشتريت سيارة من معرض وأريد بيعها والمعرض ليس للبائع، فهل يلزمني نقلها عن هذا المعرض؟ والله نعم، نقلها أحسن وأتم، نقلها لا شك أنه أتم وأحسن. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز اقتناء ألعاب الأطفال المجسمة مثل الحصان والكلب؟ لا، تماثيل ما يجوز لا للكبار ولا للصغار، والألعاب فيها ألعاب ما هي بصور، فيها ألعاب ما هي بصور، سيارات ولا طائرات ولا نوع من الأسلحة وكذا، تشتري منها وتبيع فيها، ما يخالف، أما أنك تبيع وتشتري بالتماثيل هذا لا يجوز، ولا يجوز شراؤها للأطفال وتربيتهم على الصور يتهاونون بها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا أعمل في الشرطة في قسم التصوير، ولكني لا ألتقط الصور، ولكن أحصي وأجمع الحوادث التي تكون في منطقة الرياض، فما حكم عملي وما حكم المال؟ التصوير إذا كان للضرورة لا بأس، لا حرام مع ضرورة، إذا كان للضرورة لضبط الأمن أو لمعرفة الجاني هذا يباح للضرورة، ما في بأس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز بيع وشراء العطورات التي فيها الكحول؟ إذا ثبت فيها كحول فلا يجوز بيعها وشراءها،
إذا كانت تسكر إذا شربت، لأن فيه نوع من الطيب يسكر إذا شرب، هذا لا يجوز بيعه قطع لأنه خمر. أما إذا كان لا يسكر ولكن فيه كحول فتركه أحوط، تركه أحوط وأبرى للذمة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إنه كان لابن تيمية بدعة وكان لغيره من السلف بدعة؟ ما أدري شو الكلام هذا، هذا كلام مجنون الظاهر، ما هو كلام صحيح. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ابن تيمية ينهى اللي أفنى عمره بالنهي عن البدع وعن الشرك والمحدثات يكون عنده بدعة، أو من قبله من السلف عندهم بدعة؟ هذا الظاهر إنه مجنون، ما يدري شو يقول. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يستتاب الكاهن أم يقتل حداً؟ الساحر يقتل حداً، أما الكاهن فيستتاب. إنما الساحر هو اللي يقتل حداً ولا يستتاب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا اشترى الثمر بنية القطع لكن تركه حتى نضج، فهل يحل له الانتفاع بهذا أو يبطل البيع؟ إذا تركه حتى نضج يصلح هو صاحب النخلة، يصطلحون، فإذا سمح له صاحب النخلة فلا بأس. نعم، لأن الحق لصاحب النخلة، وشرط عليه يقطعه في الحال تركه يتغذى من النخلة، فإذا صلحه فلا بأس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما رأي الشارع في من يقول ليس كل ساحر كافر، فقد يوجد ساحر مسلم لكنه فاسق؟ هذا خلاف الأدلة، الأدلة ما فصلت هذا التفصيل، وإن قال به بعض العلماء لكن ما عليه دليل. الله جل وعلا يقول عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، دل على أن تعلم السحر كفر مطلق وليس فيه شيء يستثنى. والصحابة قتلوا السواحر، قتلوا عمر رضي الله عنه كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يفصل رضي الله عنه. قال الراوي: فقتلنا 3 سواحر. فهذا ما التفصيل هذا ما عليه دليل. نعم. انت تحصل لك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.